زوجته ما اسمها؟ سميرة. طارق يحب اللعب بالطابة. في يوم خرج طارق ليلعب بالطابة أمام الدار، كان يربطها على الحائط فتعود إليه. أين توجد نادين؟ في المطبخ. مع من توجد نادين؟ نادين توجد مع أمي. أحسنت. لاني هزه. أحسنت. يساوي 15. 9 مكمل العشرة 1، وعشرة مكمل الخمسة عشر 5. واش تعمل ولدي؟ نعمل في الفرنسي هبتون عسيت قالوا يخدموا الفرب متر وبرند في الباسي كومبوزي والفوتور فوتور. هاني خدمت دوما وهنا عملت الجدول قالوا يخدموا، وهاني صورته باش نبعث للمدرسة. صحيت، ميرسي. زرعت البذور، قطفت الزهور، زرعت المحبة، قطفت السرور. من هذه ياسين؟ هذه نادين. أحسنت. ومن هذه؟ هذه أمها. أين توجد نادين؟ في المطبخ. غافو سوفي. Dalida. Dalida. Et le troisième dessin? Didat. Oui. Quoi? Didat. Didat. Très bien. Qu'est-ce que tu vois? Paco l'ours, un poisson, une rivière, l'herbe. نمر إلى السؤال التالي. ماذا يفعل النحل في فصل الربيع؟ النحل يمتص رحيق الأزهار. لماذا؟ لكي يصنع العسل. أحسنت. الشهيق يدخل الهواء عبر الأنف فيرتفع الصدر وتنتفخ الرئتان. استنتج. تحصل السنويات والكواسل على غذائها بواسطة الصيد بالمطاردة، وتعتمد هذه الطريقة في الصيد على مراحل التالية، وهي البحث بواسطة التنقل والترصد، ثم الاقتراب، ثم الهجوم والانقضاض والفتك. Une ferme. Une ferme. Un enclos. Un enclos. Une poule. Une poule. عزيزا رجلا رجلا مزارعا. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses. رجل مزارع يحب عزيزا الزراعة. مزارع. أحسنت. أين سترسمين البيضة اللونة؟ فوق. أحسنت إيلين. الحرف اللي تلون فيه ليليا؟ زو. أحسنتي. فوق شنوها؟ فوق فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ ضمة. أحسنتي. قاعد تفهم انت يا عزيز توا كي تبدا تقرا على البلاتفورم؟ اي نفهم فيهم كاين في القسم، وبس عاد وقت ما نفهمش حاجه نوقف ونرجع لكراستي وبعد نكمل نشوف. وعطاوكم خدمه؟ هذه خدمتك في الدار؟ اي عطاونا، قالوا نكتبوا الاستنتاج صفحه 75 هاني كنت، وزاد قالوا نخدموا صفحه 74. وتخدموا على الكتاب زاده؟ كتاب العربيه.
كتاب اللغة. وانت كيفاش حاسه روحك توا قاعد تقرا هكا قدام البلاتفورم في بيتك؟ حاسه روحي نقرا، روحي حاسه روحي نقرا عادي، اما اصحابي توحشهم شوي ومعلميني، ونشكر زاد خاصة سيدي محمد ومسي مراد اللي عاونا في الأزمة دي.